ايه العز والنغنغه دي كلها؟ ماشي، ايه الحلاوه دي؟ طب قول بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تجص على المال الحرام، انت اكيد ما عملتش ده كله في يوم وليله من المال الحلال. انت طول عمرك بتدور على حد يدفع لك حق المعسل. ما تزعلنيش منك بقى، اديك شايف الحال بقى غير الحال، وميشو بتاع زمان غير ميشو بتاع دلوقتي، ربك لما يريد. هات بالاخر، بعت لي سكه ليه؟ صعبان عليا، مش هان عليا اشوف صاحبي وحبيبي محتاج وانا ربنا معيشني في نعيم. سادة دمعت وجسمي اشعر، ما تجيب من الاخر، عايز ايه؟ ايه ده؟ 10,000 جنيه وفي 20,000 جنيه زي يوم لما تخلص. خلص ايه؟ خلص مع حماتي وغاليه، تقنعهم انهم يبيعوا البيت، محدش هيعرف يقنعهم غيرك. مش بس كده، وفي مكنه صيني بص بيع وشراء تستلقط بيها رزقك. حوار البيت ده انا ماليش فيه، شوف حد غيري. ما بلاش يا جدع انت الكلام الخايب، الرش ما يبلش اللي مالوش عايزه ده. في ايه؟ ما تتبطرش على النعمه، كده كده سوري هتبيع نصيبها في البيت وهيخش لهم راجل غريب عايز يزهقهم ويطهقهم ويخليهم يسيبوا البيت غصب عنه. بص بقى يا ميشو، انا ما كنتش اقول لك، بس حرق دمك واجب. لا انت ولا سونا تقدروا تعملوا اي حاجه، والبيت ده مش هيتباع، لان ابويا حنفي كتبوا بيع والشراء الغاليه. فهمت ولا اقول تاني؟ اكيد فهمت. سلام يا ميشو. علي الغاوي فاق. يعني ايه كده يابا؟ يعني انت ظالمني وانت عايش، كمان هتظلمني وانت ميت؟ قلت لك 1000 مره قبل كده ان اختك غاليه دي مش سالكه، ما سمعتيش مني، ادي اخدت كل حاجه في قلبها. يعني ايه؟ بس وطي صوتك، انت هتفضحينا. يعني انا هطلع من مولد بلا حمص؟ لا يا ميشو، مش انت جوزي تجيب لي حقي؟ ازاي؟ قولي لي يعني اللي هو ازاي؟ وفي مصيبه، عباس لو عرف هتبقى مصيبه، مش هيسكت، هيفتكر ان انا كنت بلعب بيه وعامل عليه لعبه. انا ماليش دعوه بالحوار ده، هو انت تتصرف وتشوف لنا حل في الكارثه ده. هي احنا ما قدمناش غير حل واحد، ان اختك تتنزل لك عن نص البيت، ده حق ربنا. ماشي، ده حل حلو، بس نعمله ازاي يا اخويا؟ احنا لازم نكون ماسكين عليها حاجه لو يمد بيها دراعها. نوح. ايوه نوح، برافو عليكي. هو ده الدراع اللي لازم تتمسك منه غالي. صح. العيال في البيت؟ اه. شوف روح انت. طب بقول لك ايه؟ شوف لنا حل في المشكله وما تعوشها، مشوا عليا. عيني. سلام. أبدوي حجر سلوم.